بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. ما تم بشكل رئيسي كعناوين أساسية خلال الأسبوع الماضي هو كان هناك متابعة دؤوبة مستمرة شبه يومية صباح كل يوم مع القادة العسكريين لمتابعة الفعاليات الأمنية وضمان أمن العاصمة وملاحقة الإرهابيين، ويوميا عندنا عمليات، ويوميا عندنا تصفية لكثير من المضافات وتصفية لكثير من الدواعش، والعمل الأمني جاري. أنا أطمن الجميع أن الأمن مستتب والقوات الأمنية ماسكة الوضع بشكل واضح جدا وقوي جدا، ومعدلات العمليات في الستة أشهر الأولى هي أقل من معدل العمليات في الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي بتقرير رسمي من جميع الوكالات الاستخبارية العراقية. وبالتالي هناك البعض من يضخم بعض الأخبار ويتكلم عن الأمن بشكل غير دقيق. نرجو الدقة، ووسائل الإعلام هي أهم وسيلة عندنا حتى تنقل الحقيقة، لا تطرح الموضوع مفصولة عن الملف العام كله وتبرز كأنما هي خلل كبير في الوضع الأمني. الأجهزة الأمنية قادرة أن تحفظ الأمن، والأمن صلب وقوي وغير هش كما يدعى. الأمن صلب جدا والإحساس بالأمن كبير، لكن نحن لا نريد أن نتكلم بهذا الموضوع، لأن نعرف أن داعش موضوع الأمن هو موضوع بالنسبة له ترويجي وإعلامي وتخويفي. إلى أن نجعل هذه المسألة مسألة يومية وهاجس يومي. العدو يريد الإخافة ونحن نريد التطمين. الأمر الثاني، التشكيلة الوزارية. كان هناك كلام كثير حول التشكيلة الوزارية وإضعاف للحكومة وإلى آخره. كما شرحت مرارا، كان هناك اتفاق مع القوى السياسية التي كلفت رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة على خارطة معينة وطريقة وآلية لتشكيل هذه الحكومة. من ناحية مضينا قدما بنزعة استقلالية أكثر، تقليل المحاصصة، حكومة مستقلة أكثر، حكومة كفاءات أكثر، لكن لا أنفي الثغرات. لا أحد ينفي الثغرات، لا أحد ينفي أن هناك بعض العوالق الأخرى التي يجب التخلص منها بالتدريج. نحن لا نستطيع أن ننتقل من إلى تماماً 100%. يجب أن نسير تباعاً وبتدرج طبيعي، وسرنا بتدرج طبيعي. عندما تأخرت التشكيلة ومجلس النواب الموقر، عندما وصل إلى العطلة التشريعية التي قد تكون في شهر تموز، أصبحنا في وضع حرج، لأن إذا مضت العطلة التشريعية لح نستمر إلى أيلول، وأيلول وراء تشرين، وقد لا تحل المشكلة، ويبقى هذا موضوع يغذي الثقافة السلبية، ويغذي كأنما الحكومة غير قادرة على استكمال تشكيلته، وهو غير صحيح. نحن تقدمنا سابقا بأسماء إلى مجلس النواب، رفضوا، بالأمس رفضت مرشحة من رئيس الوزراء، وهذا حق مجلس النواب، من حقه أن يناقش ويرفض، هذا حق الطبيعي. لكن في الأخير التشكيلة الوزارية يجب أن يصوت عليها في مجلس النواب، ورئيس الوزراء لا يستطيع أن يختار أشخاص اعتباطا بدون اطمئنانة أنه سيكون هناك تصويت إيجابي على المرشحين، وإلا المرشحين نفسهم يمتنعون عن تقديم أنفسهم، يقول لك أنا ليش أروح المجلس النواب وأتعرض إلى مثلا هزة، وبالتالي إذا ماكو ضمانات أني، وهذا يتطلب اتفاق مع القوى السياسية. لذلك احنا كتبنا رسالة ونشرناها، اعتقد اغلبكم اطلعوا عليها، ان حركنا الملف في نهاية الشهر الماضي، قلنا ان سننتظر الى 20 حزيران. والحمد لله ايضا خطبة الجمعة المرجعية الدينية العليا كانت تسير بهذا الاتجاه، تشجيع القوى السياسية على التقدم بمرشحين وحسم موضوع النقص في التشكيلة الوزارية. بالفعل قدمنا المرشحين، والحمد لله الآن تم التصويت على وزير الدفاع، وزير العدل، وزير الداخلية. سأقدم خلال فترة قصيرة غدا أو بعد غد أيضا مرشحة إلى وزارة التربية. أتمنى أن مجلس النواب الموقر يوافق لكي نستكمل هذا الأمر. فيما يخص المدراء العامين، اليوم
تم التصويت أيضا في مجلس الوزراء على 70 مدير عام أو مديرة عامة. القائمة طويلة، القائمة تتجاوز 500 كمدراء عامين على الأقل في هذه الدوائر، بدون حساب الدوائر الأمنية وبدون حساب عمداء الكليات والجامعات إلى آخره. فتم التصويت على جزء، بعد أيام سنتقدم بجزء آخر، بعد أيام سنتقدم بجزء آخر. شكلنا لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للنظر في الأسماء المقدمة، اللي هي كلها أسماء موجودة كأمر واقع، موجودة في مناصبها الآن تمارس عملها بالوكالة. إذا كان الوزير السابق موافق، إذا كان المفتش موافق، إذا كان الوزير الجديد موافق إلى آخره. فبالتالي يدقق الملف من حيث النزاهة، من حيث الفساد، من حيث المسائل الأخرى المطلوبة، فيمضون قدما في محاولة تثبيته إذا كان كفوء والوزير يرى أنه كفوء إلى آخره. فنحن نمضي خطوة وراء خطوة، 70 ورا 70، 50 ورا 50، 100 ورا 100. طالما اللجنة تنتجن أسماء، إحنا أيضا نمضي في مجلس الوزراء للموافقة على هذا الأمر. كذلك المجلس خول رئيس الوزراء لترشيح بعض المواقع للهيئات المستقلة، عدد محدود، هيئتين ثلاثة، حتى أيضا نستطيع أن نتقدم في هذا الموضوع كما عدد من المستشارين ووكلاء الوزارات، حتى خلال هذا الأسبوع قبل العطلة التشريعية نستطيع أن نقدم إنجاز في هذا الموضوع. وهذا يعني يعتبر خطوة جدا مهمة للسير بالاتجاه المعاكس. أنا أتذكر عندما كنت نائب رئيس في 2008، السيد رئيس الوزراء في وقتها قال يجب أن نحسم موضوع الوكالات. كانت الوكالات في وقتها حوالي 110، لم تكن كما هي اليوم 500، لم تكن في التعليم العالي أيضا أعداد كبيرة، لم تكن في الدوائر الأمنية. يعني اليوم عندنا أكثر من 1000 منصب بالوكالة دون حساب الهيئات المستقلة. البعض يبالغ يقول 10,000 و6,000، هذا غير صحيح. يعني معروفة الوكالات هي بهذا الحد اللي تكلمت عنه. عندما لم يتخذ إجراء في وقتها صار عندنا تراكم، صار عندنا التراكم الآن نتكلم عنه عن حوالي 1000، أكثر من 1000. لكن الآن عندما نبدأ والذهاب إلى الطريقة الأصولية لترشيح من درجة خاصة أو مدير عام أو هيئات مستقلة، رح نسير بالاتجاه المعاكس. بمرور الوقت نستطيع أن ننهي موضوع الوكالات بشكل صحيح بدون أي محاصصة. الأسماء لم يتم بها أي محاصصة، لذلك صار تأخر الأسبوع الماضي. حاولوا البعض التدخل وفرض أسماء أو الضغط لفرض أسماء إلى آخره، وقفنا كل هذه الإجراءات وذهبنا إلى إجراء لا ليس فيه أي محاصصة، ليس فيه أي حزبوية. هذا مو معناته الحزب ما يعين، لكن ما بها تقاسم أحزاب لهذه المواقع. هذه مواقع إدارية ينظمها قانون الخدمة العامة، وبالتالي الحزب من حقه أن يكون، لكن لا حزب أيضا من حقه أن يكون، ويجب أن تكون هناك فرص متساوية للجميع يقررها الأهلية والكفاءة، وليس الانتماء، لا الانتماء المذهبي أو القومي ولا الانتماء الحزبي، وإنما الأهلية والكفاءة. فبالتالي هذه القائمة اللي لح نبدأ بتطبيقاتها تباعا هي تجري بدون أي محاصصة، بدون أي صفقات داخلية، بدون أي شيء، وإنما لجنة مهنية ذكرت أنا رئيسها منه وذكرت أعضائها كلهم من المهنيين بعيدين عن أي صيغة من هذه الصيغ، تضع الأسماء ومجلس رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يمضي قدما في التصويت عليها، سواء كمجلس وزراء يصوت عليها إذا كان مدير عام، أو يصوت عليها ثم يرسلها إلى مجلس النواب إذا كان ما يتطلب التصويت عليها من مجلس النواب حسب ما يقتضي الدستور. كانت هناك زيارة جدا مهمة لسمو أمير الكويت، نحن تكلمنا في الاجتماع السابق، كان في اليوم بعد الاجتماع، لكن زيارة تحققت، وكانت زيارة جدا حقيقة مؤثرة وعميقة، وتم توثيق العلاقات بين العراق والكويت أكثر فأكثر، وتتابع الملفات ملف بعد ملف، ولدينا اليوم لجان متابعة مهمة في كل يعني علاقة بينية بين العراق والكويت. كذلك
زارنا الأخ السيد رئيس إقليم كردستان الأخ نجيران برزاني، وأيضا كان لقاء جدا مهم، أصدرنا بيانات أكدنا فيها على وحدة العراق وأن بغداد هي عاصمة العراق، وهي بغداد هي المشروع والرؤية الاستراتيجية للجميع. وعندما أتكلم عن بغداد لا أتكلم عن جغرافيا معينة بقدر ما أتكلم عن رمزية بغداد للجميع، ونعقد اجتماعات مستمرة لتسوية القضايا في هذا المجال. أيضا عمل مهم آخر وعدناكم به المرة السابقة والآن أصبح واقع حال، وهو المنهاج الحكومي. هذا أطلقناه وأرسل إلى مجلس النواب ووزع على الرأي العام، نزل في مواقعنا ولح يكون بالإمكان فعلا مناقشته فقرة فقرة. هذا شيء حقيقة جديد في العراق، يعني الكلام كان سابقا عن المنهاج الوزاري أو البرنامج الحكومي كلام إنشائي كلام أدبي، حالما يصوت مجلس النواب على مبادئ معينة تعرض عليه من قبل رئيس الوزراء ينتهي الأمر ويصبح البحث في أمور أخرى. نحن نعتقد والدستور يؤكد أن التصويت على المنهاج الوزاري هو جزء من التصويت على الوزارة، هو جزء مهم لمنح الثقة إلى الوزارة. والمنهاج الوزاري ومن ثم البرنامج الحكومي هو المسطرة، هو ما نقيس عليه عمل الحكومة. الحكومة لا تقول أنني سأعمل كل شيء، اليوم عندنا بطالة، ما تقول الحكومة لح أزيل كل البطالة خلال 4 سنوات أو خلال سنتين، ما تقول أنا لح أغير الواقع الاقتصادي الريعي إلى واقع اقتصاد حقيقي خلال فترة قصيرة، تقول أنا بهذه الإمكانيات بهذه الظروف أستطيع بالتدريج بشكل سريع بشكل متوسط بشكل طويل، وشرحنا هذا الأمر مرارا، أستطيع أن أتقدم بحلول في هذه المسألة بشكل التالي بهذه النسب بهذه المعدلات بالشكل الآخر بهذه المعدلات، إلى أن أصل فترة 4 سنين بيني وبين مجلس النواب بيننا وبين الشعب العراقي عهد، ولذلك يسموه العهد الوزاري، بيننا عهد لتطبيق المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي. هناك عمل كبير حقيقة، وهذا أول مرة في العراق يصدر برنامج حكومي بالمشاريع. عندما نقول وزارة النفط نعدد ما هي مشاريع وزارة النفط، كم السنوات المطلوبة للتنفيذ، سنة سنتين 4 8 إلى آخره، ما هي نسب التنفيذ في السنة الأولى، ضمن السنة الأولى ما هي نسب التنفيذ للفصل الأول الثاني الثالث الرابع. برنامج واضح جدا يجعل الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام، مسؤولة أمام الإعلام، مسؤولة أمام مجلس النواب في التنفيذ الحقيقي، مو كلام عام سنطور القطاع النفطي، ايش تمسك منا سنطور القطاع النفطي، سنطور الكهرباء، سنطور الزراعة، لا، أشياء محددة بنسب محددة بتوقيتات محددة نحاول أن نمشي بها. وثقوا هذا النوع من البرنامج مو كثير من الدول تتبعه، كثير من الدول تتبع الحالة الحرة الليبرالية، لكن احنا الآن أمام الصعوبات التي يواجهها العراق نضع برنامج دقيق، وهذا للمرة الأولى. قيل أن تأخرتوا، تأخرنا شلون؟ احنا في 100 يوم قدمنا الإنجاز الموجود، الستة أشهر تنتهي في 30/4. طيب بعد 30/4 احنا مو عندنا دقمة زر ندوسة تطلع كل المعلومات بنسبها ونسب إنجازها، يجب أن الوزارات تجي تقيم خلال 6 أشهر ماذا أنجزت وتقدمها، وهذه كلها يجب أن تدخل في برامج حتى نقدر نقدم هذا الشيء إلى مجلس النواب. ما عندنا تأخير، الأمم المتحدة تشتغل هكذا، كل المنظمات الدولية تعمل بهذا الشكل، تعد إنجازاتها ثم ما تقدمه قد تقدمه بعد 3 أشهر من الفترة اللي حددت بها حتى تجمع كل المعلومات وتقدر تقدمها بشكل تقرير مقروء مرقم ممكن أن تحاسب عليه. نعتقد هذا إنجاز كبير، هذا الإنجاز مع تحول إلى موازنة المشاريع والأداء يشكل إصلاح كبير في نمط عمل الدولة ويشكل رقابة داخلية على كل موقع من مواقع الدولة حتى نشوف تؤدي واجبها، أين الثغرة، أين الحيد، أين الانحراف،
أين الإنجاز إلى آخره. هناك أمور عديدة كان بدي أتكلم لكن أصلاً الوقت تأخر. مثلاً إحنا لا نزال في مشروع الحبوب الحنطة والشعير واستلامها من الفلاحين، الآن نعبر حاجز 3.5-3.5 مليون طن، سنصل إن شاء الله إلى ما يقارب 4 مليون طن، وهذا رقم قياسي في تاريخ العراق. هذا يجب أن يرى كإنجاز مهم، خصوصاً عندما يرتبط بتسديد كافة مستلم تم تسديده إلى المزارعين، ونعتقد هذا سيطلق تشجيع ودورة زراعية. فعندما نتكلم عن الاقتصاد علينا أن نأخذ الحقائق، لا نأخذ الأمور بالانطباعات العامة، وبالتالي هذا الشيء يعني أعتقد إنجاز كبير. وفعلا الآن هناك حماس لدى قطاع الزراعي، سواء قطاع الآن لأن الموسم هو موسم ذرة وموسم شلب، فهناك حماس وهناك مضاعفة كبيرة في المساحات المزروعة، وخصصت أيضا كميات حصص مائية جيدة حتى يكون الموسم يعني حتى يكون القطاع الزراعي منشط باستمرار، ومع القطاع الزراعي قطاع الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والخفيفة إلى آخره. نعتقد هذا إنجاز جدا جدا مهم. أمر أخير أشير إلى العلاقات الإقليمية والوضع الإقليمي وهذه الأمور، نحن لا نزال بين صاعد ونازل، اليوم تهدئة باكر توتر إلى آخره. العراق يلعب دوره، العراق يساهم حقيقة بدور إيجابي في تخفيف الأزمة وفي إعطاء الإشارات الجيدة، وكل الأطراف تقدر وضع العراق ثقة، يعني كل الأطراف الإقليمية والدولية ودول الجوار، إيران، الولايات المتحدة، كل الأطراف تقدر وضع العراق وتلجأ إلى العراق أن يلعب هذا الدور، والعراق يلعب اليوم دور في هذا الملف اللي نرجو أن يعني يكون على خير، وأن لا يقود إلى تصعيد ولا يقود إلى أي توتر في المنطقة. شكرا جزيلا. من قناة الحرة، يعني لنبدأ من حيث انتهيت دولة الرئيس. عقوبات جديدة، يعني حزمة رابعة طالت يعني رموز كبيرة في طهران، منها المرشد الأعلى. اليوم كان هنالك توتر نيابي من يعني خاصة من بعض الكتل السياسية حول هذا الموضوع، بأنه سوف يعمل على خلق أزمة في المنطقة، خلق أزمة دبلوماسية كبيرة انعكاساتها ليست بالجيدة على الوضع العراقي. يعني نحن حاليا أمام ربما مقبلين حول أزمة، برأيك؟ نحن لا نؤيد حقيقة أي إجراء للتصعيد، لا نؤيد أي إجراء للتصعيد، وأن موقف وأعتقد يعني خطاب سيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة كان خطاب واضح، لا نقبل أن يتم اللجوء إلى وسائل حربية مهما كان الطرف، احنا يهمنا أمن المنطقة ككل، ولا أيضا نذهب إلى الخنق وإلى العقوبات. المسألتين لا نراها حقيقة يعني مجدية، نحن مع الحلول السلمية، مع المفاوضات، مع إعطاء الحقوق بشكل صحيح وليس بشكل قسري. ولذلك يعني قلت في بداية حديثي هذا دليل أن لما اليوم نشعر بتصعيد ويوم آخر نشعر بتهدئة، معناته الأطراف كالمصارع تحاول أن تجد يعني الطريقة للتعامل مع الموقف بشكل صحيح، ولأن كل الأطراف لا تريد الحرب، تعبر بصراحة أنها لا تريد الحرب، لكن نحتاج إلى دفرسوار، نحتاج إلى ثغرة حتى ندخل في منطق التفاوض ومنطق التهدئة ومنطق إحقاق الحقوق وإقراء الحقوق. السلام عليكم. أحمد الحربي من قناة العهد. ذكرتم في معرض حديثكم أن هناك علاقات متطورة مع أربيل، اليوم هناك حراك نيابي لتدقيق عقود النفط مع كردستان، وكذلك يعني لحساب الديون. البعض يرى أن هناك تاريخ قديم مع عدم الالتزام بالاتفاقات مع المركز، هل حصلتم على ضمانات جديدة من كردستان خلال لقائكم السيد نجرفان برزاني في بغداد حول تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه لاحقا؟ نعم، أولا نحن لدينا اتفاق موازنة، اتفاق الموازنة يصرح أن واجب الإقليم أن يسلم 250 ألف برميل، وأعتقد مبارحة السيد نيتشيرفان برزاني صرح أنهم على استعداد للبدء بالتسليم، لكن نحتاج إلى بعض الحوار. في كل الأحوال الحوار قد يبدأ غدا، قد يتأخر، نحن ملزمون أن نطبق قانون الموازنة يقول
على الإقليم أن يسلم 250 ألف برميل من النفط، إلى وإلا سيقطع ما يقابله من حصة الإقليم، وهذا ما نقوم به. نحن الآن لا نسلم حصة الإقليم، لا نسلم ما يعادل هذه الكمية، لا نسلم حصة الإقليم ما يعادل هذه الكمية في الموازنة. هذا واجبنا كقانون، لكن أيضا واجبنا كأبناء وطن واحد أن نسخر أو أن نستخدم أو نستثمر ما يظهر من نوايا حسنة لإيجاد حلول. وضع حل في 2013، هناك محضر اجتماع بين الإقليم والحكومة الاتحادية في 2013 في محاولة تسوية هذا الموضوع، أن ما هي الاستحقاقات، ما هي الحقوق على هذا الطرف، ما هي الاستحقاقات، ما هي الحقوق على هذا الطرف، نعمل مقاصات، نعمل تسويات حتى نحسمها. كان هناك تولدت نية جدية، وكان بالإمكان لو كنا سائرين بهذا الشكل كان حلينا جزء كبير منها، لكن للأسف الشديد دائما الخلافات السياسية تضغى على المباحثات اللي بيها منافع مشتركة ومصالح مشتركة، فتتراكم عندنا المشاكل، تتراكم عندنا المستحقات، تتراكم عندنا التصورات. كل طرف وخصوصا يعني أطراف عندما تريد أن تستثمر بوسائل إعلامية بوسائل سياسية تضخم في هواية أشياء، ويصعب حتى على الفهم العام للرأي العام، يصعب فهم. أكو حلول لهذه القضية إذا توفرت حسن النية، وإذا المبادئ الأساسية كما طرح مع الأخ نيشرفان، إذا المبادئ الأساسية متفق عليها في إطار الدستور العراقي وفي إطار الوحدة العراقية، كل شيء له حل، لا يوجد شيء ليس له حل. كان هناك حلول سابقة لم تنفذ، لذلك تعمقت الأزمة، وبالتالي نستطيع التقدم. فعندنا المسألة القانونية احنا ننفذها، عندنا مسألة وحدة الوطن وخدمة المصالح المتبادلة والمشتركة بين بغداد وأربيل والعراق ككل، أيضا يجب أن نضع لها خطط جدية في هذا الإطار. دولة الرئيس حياكم الله. آيات فاضل من قناة الفرات الفضائية. أهلا وسهلا. أنا راح أكون شوية طمعان بكرمكم وأعتبره هو عزوبية وضيافة إن على اعتبار لأول مرة نشارك في هذا المؤتمر الأسبوع الدوري، لذلك راح أتمنى من جنابك أن تسمح لنا أن نسأل سؤالين على اعتبار هي المشاركة الأولى. لكن قبل السؤال، دولة الرئيس، بما أننا نمثل كقناة الجهة المعارضة الرسمية البناءة في هذا البلد، فأتمنى على جنابك وعلى مكتبكم الإعلامي أن يكون لنا دور ثابت، على اعتبار نحن الجهة الوحيدة الموجودين هنا، إما موالات من القنوات وإما قنوات محايدة، فنحن المعارضة الوحيدة، أن تعطينا دورا ثابتا. الأخوان يتكلمون عن ربما 3 أسابيع حتى يلحقك الدور في أن تبدي برأيك، فنتمنى من جنابك، وما شجعني أن أطرح هذا الطلب هو معرفتي بحضرتك أنك من الداعمين للمعارضة، من المنظرين، ممن صاغ صياغات الأبجدية للمعارضة ما بعد 2003 ربما. هذا ما شجعني أن أطلب هذا الطلب على أن يكون لنا دور ثابت بالحضور والمشاركة بالسؤال. أما السؤالين يا سيدي الكريم، أسأل أولا، صرحت قبل أسبوع تقريبا دولة الرئيس بعودة موظفي شركة أكسل موبيل لمزاولة عملهم من جديد، ما صادف ثاني يوم مباشرة أنه هناك أيضا ضربة صاروخية وجهت لهذه الشركة تحديدا، يعني وكأنها جاءت هكذا يقرأها البعض، كأنها ردت فعل على أصل تصريحك بعودة الأمور طبيعية لشركة أكسل موبيل. أنا أتساءل هنا دولة الرئيس عن التحقيقات خلال هذا الأسبوع العشرة أيام اللي مضت، هل توصلتم إلى شيء؟ من الذي أطلق؟ ما هي الرسالة الحقيقية في هذا الجانب؟ هذا السؤال الأول دولة الرئيس. السؤال الأخير الثاني، تحدث نائب عن قيام الأمريكان بإعلامكم أن الطائرات المسيرة التي استهدفت المنشآت النفطية في السعودية انطلقت من العراق، بل وزاد على ذلك أنهم أعطوك حتى المنطقة بتحديد الجي بي أس، أنه من هنا انطلقت الطائرات لقصف المنشآت النفطية في السعودية، فهل من معلومات في هذا الجانب دولة الرئيس؟ وشكرا جزيلا. طبعا احنا من ميز بين معارضة وموالات وحياد وكذا، الكل إعلاميين والكل في مواقفهم، سواه اليوم صاروا معارضة باكر صاروا موالات، ما تغير المعاملة لا إحسانا ولا قبحا، يعني لا، بالعكس نحاول أن نكون حياديين مع الجميع ومحبين ومستمعين للجميع.
نعم الأمريكان تكلموا كتصور كتقارير استخباراتية إن قد تكون ممكن أن تكون هذه الطائرات انطلقت من العراق، لكن كل دوائرنا الاستخباراتية وكل أنواعنا الجوية وقيادتنا الجوية لم تؤكد هذا الخبر، لأن أيضا الفضاء معروف، وهذا فضاء يعني عندما نتكلم عن مثل هذه الطائرات إذا تنطلق من منطقة مثلا من وسط العراق يحتاج إلى 975 كيلو متر حتى تصل إلى المكان اللي حصلت به الحدث، بينما إذا كانت كما ادعت حركة أنصار الله في اليمن إن هي أطلقت الصواريخ، هذا لا يحتاج غير إلى 600 كيلو متر أن تطلق من منطقة من اليمن الحدود اليمنية وحتى داخل الحدود اليمنية إلى أرامكو. فمن ناحيتنا كعراق ما عندنا أي إثبات فيما قدم لنا، وما عندنا إلى حد الآن أدلة في هذا الموضوع. كل واحد هو مسؤول عن كلامه شيء يصرح، لكن أنا أتكلم كمسؤول في الحكومة العراقية أن الموضوع هذه أبعاده. أنا أعبر عن رأيي ما طرح الدوائر الاستخباراتية العراقية وما طرح المؤسسات العراقية، يعني القوة الجوية، سلطة الطيران إلى آخره، من رصد للأنواع العراقية. ما عدنا حركة في ذلك اليوم في هذا الموضوع. على كل حال هذا أيضا موضوع. طبعا موضوع أكسون موضوع مهم، لأن أكسون من الشركات الكبيرة، وأكسون استهدفت قبل التصريح اللي تفضلت به، وكنا احنا دائما مرحبين ان اكسون تعمل في العراق، لان اكسون عندما تعمل في العراق ولا زالت تعمل اكسون في العراق ولدينا اتفاقات مع اكسون، لكن عندما يحصل توتر معين، وانا قلت عند التصعيد الناس تتخذ موقف، مو بس اكسون، السفارة الامريكية اعلنت ان قسم كبير من موظفيها سينسحبون من العراق لحين، ثم بدأوا يرجعون، فما لا علاقة بمثل هذه الأشياء، لا علاقة بيعني الباروميتر هذا اللي يصعد وينزل وتقديرات القوى المختلفة. إما في مسألة المعارضة، أنا أرحب بأي معارضة دستورية وأي معارضة تلتزم بقواعد المعارضة. المعارضة هي مو الكلام ضد، المعارضة هي تبيان مناهج مختلفة، وعندما تلتقي مع منهاجها تقول أنا ألتقي مع المنهاج، عندما تختلف تقول أنا أختلف مع المنهاج. المعارضة مو تصنع حقائق أو تصنع أخبار تقول أنا معارضة، حاشا الفرات من هذا الدور. أعتقد الفرات قناة ملتزمة ومنضبطة، لكن المعارضة أنا أقول لك المعارضة فيها التزامات أكثر من الموالات، فيها قيود أكثر من الموالات. الموالات قد يستخدم السلطة، قد يستخدم أدوات السلطة في نشر آراء، لكن المعارضة اللي تريد تنجح في معارضتها يجب أن تمتلك حقائق وتتكلم بحقائق قادرة أن تقنع الجمهور فعلا أن تكون هي البديل، إذا كانت تسعى إلى السلطة وتتكلم بعمق وتكون هي مهيئة، يعني تكون هي مطبقة ما تريد من برنامج على الدولة، أن تكون هي مطبقتها أيضا على نفسها. أنا أعتقد الفرات قناة ملتزمة، وأعتقد التيار يقف مع الفرات تيار ملتزم يستطيع التقييد، لكن المعارضة ليست مفهوم هبهاب مهلهل، وإنما ملتزم لا يقل التزاما عن الموالاة. نعم. السلام عليكم دولة الرئيس، بيستون سلام من فضائيات كورسات نيوز. لن أريد أعيد السؤال لزميلي، بل هناك لكم زيارة إلى إقليم كردستان، هل هناك نتائج عملية بعد زيارة رئيس إقليم إلى بغداد واجتماعه مع حضاراتكم؟ وهناك مخاوف من قبل موظفي إقليم كردستان في قطع رواتبهم بعد إعلان بعض من النواب في مجلس النواب على ضغط للحكومة العراقية بقطع رواتب موظفين في حين عدم اتفاق بين إقليم وبغداد بخصوص ملف النفط. شكرا. لا إن شاء الله، أولا مثل هاي اللقاءات هي طريقة صحيحة للتعامل مع مثل هذه الملفات. هاي الملفات ما تصير بالتراشق، ما تصير بتخاطب عبر الفضائيات وعبر الإعلاميات، تصير بلقاء المسؤولين عن الملفات حتى يضعون الحلول. الآن احنا دعينا ان
الولايات المتحدة وإيران نبحث الحال والتفاوض والطريق السلمي، فكيف بأبناء البلد الواحد أن يحلون مشاكلهم بطريق الحوار وما أشبه؟ فبالتالي هذا يجب أن يكون عليه المنهج، ليس التهديد، يجب أن لا يدخل أحد في التهديد، لكن تطبيق القانون. هناك قانون عندما يقر يجب أن يطبق، عندنا دستور، من يخالف الدستور نحن نقف مع من يتفق مع الدستور، من يخالف الدستور إذا كانت بغداد تخالف الدستور مو صحيح، إذا كانت أربيل تخالف الدستور مو صحيح، إذا كان أي مكان آخر يخالف مو صحيح، من يقف مع الدستور إحنا نقف مع من يشوف هويته شنو، قوميته شنو، مذهبه شنو، إذا أردنا أن نبني دولة صحيحة. إما خارج القانون نشتهي حلول، نقدم حلول بدون سند قانوني، والسند القانوني متفق عليه، برلمان العراقي مجلس النواب العراقي صوت على مشروع قانون موازنة بحلول لهذه القضية. أيضا هناك مطالبات بحل حقيقي لكل مشاكل للمناطق المتنازع عليها، لقضايا النفط، لتوزيع الموارد المالية إلى آخره، هذه يتطلب حوار جدي معمق أساسي حتى نتجاوز مرحلة سابقة. السلام عليكم دولة الرئيس، عبد الله بدران من قناة الميادين. ما هي ملامح أو ما هو ملامح الدور العراقي في الأزمة بين طهران وواشنطن؟ يعني بغداد شهدت وصول أكثر من مسؤول عربي، ربما وزير خارجي العماني، عمان شهدت زيارة وزير خارجي العراقي، العراق أيضا شهد زيارة الأمير الكويتي، كانت لكم زيارة خاطفة لبعض دول الخليج. هل من بنود محددة، هل من دور عراقي، أم فقط تجميع لجهود التهدئة العربية لإيجاد حل على الأقل، أو إيجاد خارطة الطريق للتهدئة بين الجانبين؟ لا، احنا ننطلق من مبادئ معينة، يعني مو ننطلق من فراغ، ننطلق من موضع العراق، ننطلق ان العراق مكانه في خريطة المنطقة، دور العراق مع دول الجوار اللي هي البلد الوحيد اللي له علاقات بهذا الشكل مع دول إسلامية كتركيا وكإيران، ودور العراق أيضا في الخليج، العراق أيضا بلد مطل على الخليج ويعتبر أيضا بلد خليجي، فبالتالي والبلاد والعراق أيضا عضو في الجامعة العربية ويلعب دور على هذا الصعيد، وعضو في منظمة المؤتمر ويلعب دور، وعضو في الأمم المتحدة ويلعب دور، فالعراق له دور والعراق له مكان يلعبه. احنا أولا نحاول أن نستثمر وضع العراق وأن نبعد عن العراق أي خطر ممكن، يعني هذا هم رئيسي أول، أن لا ندخل العراق في مخاطر، والعراق أرهق في الحروب الداخلية والخارجية، ويجب أن نبعد خطر التصادم، لأن العراق بسبب وجوده، بسبب موقع هذا، سيكون من أكثر المتضررين في هذا المجال. فهذا مبدأ. المبدأ الثاني، وأنا عبرت عنه جزء الكلمة، يعني أن نجد ثغرات في منطق الحرب ومنطق التصعيد، ونفتح طريق إلى التسوية والتهدئة والتفاوض، سميته دفرسوار. هذا الدفرسوار هو أن نشق طريق في مواقف بلدين كبيرين لهما إرادة قوية جدا. لا ينكر أن اليوم الجمهورية الإسلامية بلد قوي صلب له إرادة قوية، وأيضا الولايات المتحدة دولة عظمى، فبالتالي عمل شاق وصعب أن تفتح أنت دفرسوار وأن توجد ثغرة نحو التقريب في وجهات النظر، أو الوجود أو إيجاد تربة وأرضية مشتركة. الموقف العراقي يقترب كثيرا من الموقف الأوروبي، لذلك قلنا منذ البداية نحن لا نشترك، لسنا جزء من نظام العقوبات، قلنا هذا كما نقول اليوم، نحن لسنا جزء من نظام العقوبات، لكن نحن أيضا لسنا جزء من محاور، من محور يريد الحرب أو يريد العداء مع دولة أخرى، لسنا جزء، وعبرنا عن هذا مرات عديدة مكتوبة ومصرح بها، ومواقفنا في كل المنتديات الدولية هي بهذا. هذا ينطينا بعد قد يفتح المجال للثقة الدول المختلفة بالعراق ودور العراق، ونعتقد أن هذه الثقة تزداد صلابة وتزداد وثوقية أكثر فأكثر. فبالتالي لا نملك مقاليد الأمور حتى نقرر كيف ستسير، هذه أمور تدار خارجنا، لكن إحنا مع هذا الخارجنا نحاول أن نجد طرق وصياغات لكي نصل إلى تحقيق أهدافنا، عدم تعريض العراق لخطر، إيجاد ثغرة في هذا البناء الصعب الكبير اللي
يقود قد يقود إلى تصعيد، إحنا نريد يتجه إلى تهدئة ويتجه إلى سلام. فبالتالي الرؤية واضحة وفعلا إحنا مسايرين لها بشكل يومي وبالساعات أقدر أقول، ونستلم من الجميع رسائل يوميا متبادلة. نعم. دولة الرئيس السلام عليكم، علي أمجد مراسل قناة الطليعة الفضائية. سيادتك، سلم الرواتب الجديد إذا ما طبق على أرض الواقع، يعني كيف ستتعاملون معه، خصوصا أن هناك فوارق بالنسبة للرواتب، يعني الاعتبارات التي سوف تكون هناك، يعني هل ستكون هناك الرواتب الدنيا تتساوى مع الرواتب العليا؟ هذا من جانب. من جانب آخر، كبار الموظفين، يعني شلون راح تتعاملون مع الامتيازات اللي منحت لهم؟ شكرا. هو أكو خلل كبير حقيقة في الدولة العراقية في نظام الرواتب وفي هذه الهيكلية. إذا تذكرون عندما جاء بريمر غير هذا النظام تماما، غير هذا النظام واتجه إلى 4 مراتب أساسية، وبدأ يعطي الرواتب إلى الموقع وليس إلى الشهادة والقدم والتدرج. الموقع من يكون في هذا الموقع، راتب هذا الموقع مدير مصرف لو فرضنا، حتى لو كان في دائرة حكومية، مدير مصرف هذا راتبه بغض النظر عن شهادته، بغض النظر عن قدمه، بغض النظر عن سنوات خدمته. نظام العراقي هو نظام قائم على القدم والشهادة والترفيع كما هو معروف. هذا بأشياء كثيرة، لأن أدنى اتجاهات ترتفع بشكل غير متوازن وبقرارات مو دائما تكون قرارات مدروسة وطنيا، قرارات أحيانا تكون مما يسبب تمايزات كبيرة. إضافة للامتيازات، نعم هناك تذكرون مثلا في مجلس الحكومة، ثم في الجمعية الوطنية الأولى، ثم في مجلس النواب، يعني ثم في مجلس الوزراء، من يمتلك القرار والسلطة قد يقرر أشياء ما مقدر كل أبعادها، بس تصير أمر واقع وتأخذ مجراها في فترة طويلة. أنطي مثال، عندما كشف ديوان الرقابة المالية إن هناك حوالي 54 مليار دينار تقاعدات أكثر من اللازم، مو فساد، لكن بسبب قرارات مجلس النواب مثلا صدر قرار لترفيع، لإعطاء حقوق إضافية إلى شريحة من الموظفين، أو مجلس الوزراء صدر قرار آخر بتخفيض، وبحسابات التقاعد مثلا يصير خلاف، قد يعطون إلى موظف خلال سنة كاملة ما كان مقر سابقا من راتب عالي. فهذا كله مثلا شكل حوالي 54 مليار دينار، يعني حوالي 48 مليون دولار، والآن عالجها، تعالجت، لأن قام يسرعنا استقطاع من الجميع، من جميع المتقاعدين اللي شملهم هذا الأمر، قام يسرعنا استقطاع كامل في كل شهر يدفعون يستقطع منهم. هذه المسألة بها تشوهات كثيرة. اليوم في مجلس الوزراء بحثنا هذا الأمر، بحثنا كيف ممكن أن نجعل الرواتب أيضا ثمن للعمل. الراتب هو مو راتب حق مطلق بدون عمل، يجب أن يرتبط بمنتج معين، يجب أن يرتبط بمخرج معين. ناقشنا هذا الموضوع، هذا موضوع شائك متشعب. نعم نسعى للعدالة، نسعى للعدالة، نسعى لإلغاء أي امتياز غير صحيح، نسعى لإلغاء أي امتياز غير صحيح، لكن أقر أن هذا موضوع شائك ويجب التعامل معه بدراسة والتمحيص حتى نصل إلى أفضل الحلول. السلام عليكم. نعم. عمر هشام من قناة الدين الأخبار. سيادة رئيس الوزراء، خصوص يعني عودة إلى محاكمات دواعش الأجانب في العراق، هل يعني العراق ملزم باستمرار محاكمة في العراق يضم المطالبات كانت على مستوى فرنسية أو مستوى دولية بمحاكمات بين محاكمات عادلة، أو بأنه يكون هناك محكمة دولية يكون مقرها العراق؟ كيف رأيكم رائجا؟ احنا كتبنا في هذا الموضوع أولا، إلى حد الآن نحن لا نحاكم أجانب لم يقاتلوا في العراق، نحن نحاكم أجانب قاتلوا في العراق وعليهم جرائم في العراق، وكأي بلد آخر عندما تقع جريمة على أرضه هو يحاكم بغض النظر عن جنسيته، سواء كانت جريمة جنائية أو إرهابية أو جريمة أخرى. فنحن نحاكم هؤلاء بهذا الشكل، إما الأجانب
أجانب اللي يحاربوا في سوريا أو في غير سوريا، نحن لا نزال في بحث، وقدمنا مقترحاتنا إلى الأمم المتحدة وإلى كافة الدول في طريقة التعامل مع هؤلاء، وما زلنا نبحث هذا الموضوع، وفي كل زياراتنا يكون هناك بحث في هذا الموضوع. إلى حد الآن لم نتلقى عروض جادة وممكن أن نأخذ بها حتى نقدر أن نستلم هؤلاء الدواعش من جنسيات أجنبية لم تقاتل في العراق. نعم، من قاتل في العراق هذا أمر آخر. شكرا جزيلا، شكرا إخواني.